بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم الدكتور محمود هدود، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب. النهارده هنوري حضراتكم ازاي بنعمل حقن للوتر الزنادي اللي هو بيعمل طرقعه او صوت او الم، خصوصا مع حركه الصباع، وبيبقى فيه تخانه او ثيكنينج عند مكان الام بي جوينت او حته اسمها الاي 1 بولي. في المنطقة دي بيبقى زي ما انا شايفين كده، بحسها او بحدد مكانها، هي دي المنطقة اللي بيكون فيها الاختناق في الوتر، واللي ممكن في بدايته ممكن ان هو يستفيد من عملية الحقن الموضعي بالكورتيزون. فبداية بنعقم مكان الحقن بتاعنا، وممكن ان احنا نستخدم الاول بنج موضعي او مخدر موضعي، وبعد كده ممكن ان احنا بالابرة ندخل بطريقة عمودية على الوتر، بحيث ان احنا يبقى نتأكد ان الابرة وصلت لحد الوتر، وبعدين نسحبها شوية، وبعدين ناخد بميل عشان تبتدي الابرة تمشي حوالين الوتر نفسه. هو ايوة دخلنا بطريقة ميلة علشان نحن نحقن المادة بتاعتنا اللي هي الكورتيزون، وبيبعاها لوكال اناتيزيا او مخدر موضعي حوالين الوتر. دي بتساعد في ازالة التليف، وبتبقى لها طريقة علاجية بتعالج التليف اللي حوالين الوتر، خصوصا لو الموضوع ده هو بقاله فترة بسيطة، مع ادوية ومع مضادات للالتهاب ممكن المريض يحس بتحسن. شوية شوية بنبدأ ان احنا نفرغ المادة بتاعتنا حوالين الوتر وبالراحة. وبعد كده بعد ما نخلص بنسحب السرنجة، وبعدين بنعقم مكان الإبرة، وممكن احنا نحط استيكر او لزقة او شاشة او دريسنج في هذا المكان. بيبدأ المريض يحس بتنميل او تخدير حوالين في الصباع نفسه نتيجة التخدير اللي احنا حطناه مع الإبرة، وبعد كده يبتدي الحس بالألم ان هو بيقل، وحركة الصباع بتتحسن تدريجيا. ولو الموضوع لسه جديد ممكن الحقنة ده تفك الموضوع والموضوع ينتهي تماما. في حالات المزمنة او حالات القديمة ممكن ان هو يريح لفترة بسيطة، ويحتاج بعد كده ان هو يعمل عملية تسليك للوتر. زي ما احنا شايفين اهوت، مجرد بعد 10 دقايق يبتدي المريض يحس بايده نملت والحركة بقت احسن. ممكن برضو ان احنا نعمل لو الموضوع مزمن نعمل عملية تسليك للوتر، ممكن على الطريق عبر الجلد، عن طريق ابرة برضو بنفس الطريقة، او ممكن في الفتح الجراحي. شكرا جزيلا، ونلقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.